السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي، ايه اخباركم؟ نورتوني وقسما بالله وشرفتوني. النهارده يا جماعه هتكلم عن البثور السوداء. حط تحتها دي مليون خط، هناك فرق ما بين البثور السوداء والحبوب، والاثنين بيجوا من ايه؟ الاثنين بيجوا زي ما انا قلت من كتر اكل البقوليات. ركزوا على الكلام ده يا جماعه، معلش انا بهرش عشان بتاكلني، من اكل البقوليات. اكل البقوليات كتير يا جدعان بتركز، وركزوا على كلمه الكاجو. الكاجو اكبر نسبه دهون موجوده في الكاجو هي والسوداني، يعني بتاع الفقير وبتاع الغني. فاحنا بنتكلم في اللي احنا بنوصف بتاعنا كله، الناس اللي على قد حالها كلنا يجعلنا منهم ان شاء الله من اهل الجنه، وبرده الناس الاغنياء في اهل الجنه، مش بتكلم على حد بشخصه يعني. بس السوداني واللب والحاجات دي بتكتر الحاجات دي. تعالوا معانا كده، بصوا يا جدعان، بيبقى شايفين بالسوق بيبقى فيها حتت سمرة كده، يعني بيبقى ديات البثور السوداء بتتكون بقى مع بعض كتير، بتتكون مع بعض كتير وتعمل لك نظام. لو انت ما نظفتيش، او انت لو ما نظفتش الكلام ده باستمرارية، مع ان كان عند حضرتك بخار يبقى خير وبركة، عند حضرتك فوط سخنة ممكن تشتغل عليها. ودلوقتي هنيجي مع بعض وهوريكم ازاي احنا بنستخدم برضو معاها ابرة الدهون. هي تبقى موجوده عند الحلاق، والاغلبيه بتبقى لو حد جابها في البيت يبقى مش اي حد عارف يتعامل بيها، عشان هي بتوجع. هشوف الراجل ده دلوقتي عمال يعيط، الصلاه على النبي يعني، هطلع ميدينك. قبل كده اتكلمت يا جماعه، عشان اعمل اي حاجه في بشرتي لازم انضفها الاول، ان كانت انضفها بغسول او المقشر اللي انا قلت عليه اسمه لوريال. هو كويس وفي دوف وفي مسميات شركات كتيره، بس انا ده اللي في ايدي واللي بتكلم عليه وشايفه ان هو كويس. قلنا عايزين نعمل اي ماسك او اي حاجه في البشره لازم نشيل طبقه الجلد الميته. اي بشره بيبقى فيها طبقه جلد ميته، فاحنا بنستخدم معاها المقشر ده. مع ان حضرتك برضو زي ما انا قلت في الفيديوهات اللي قبل كده، هتجيب صابونه تدول او كبريت، صابونه كبريت، اي حاجه من الاثنين لو انت هتعمل نظام ماسكات او تنظيف للبشره. بصوا يا جماعه، طبعا هتفرد اللهم صل على حضرتك الكريم المقشر على البشره. هو المقشر ده في خلال من 30 ثانية ل 60 ثانية تبدأ تشيله، وهتشوفوا دلوقتي هو بيعمل في ايه في البشرة. ما تنسوش يا جماعة بقى اللايك والاشتراك، وشكرا جدا على الدعم بتاع حضراتكم في الفات اللي فاتت، ويا ريت دعموني اكتر اكتر يا جدعان، والله العظيم سعادة ما تتوصف. الحمد لله في اللي انا وصلت له، وبسبب ربنا ثم وجودكم معايا وفي حياتي. في خلال 30 ثانية أو دقيقة زي ما قلت لحضراتكم، هتعمل عملية فرق للمقشر، وهتشوفوا دلوقتي هو بيطلع الجلد الميت ازاي. بعد كده تبدأ تفرك معاك. شايفين؟ بصوا يا جماعة الجلد الميت، لو انت واضحة معاك، كل ما انت بتدعك كل ما بتنزل منه الجلد الايه الميت، عشان تفور البشره وتقدر تتعامل معاها بعد كده، تبقى سهله معاك. بعد كده هنجيب معانا البخار. في البيت ازاي تعملي بخار في وشك، وازاي تعمل انت بخار في وشك؟ هتجيبي حله وتحطي فيها ميه، تحطيها على النار وتحطي معاها نسبه ملح، يعني حطي معلقتين ثلاثه ملح. كل ما كتري ملح كل ما البخار يبدا يطلع اقوى، وتحط عليها وشك وعليها فوطه من بره. انا بما ان انا كوافير في مكاني ففي امكانيات، فانا بوريكم وبشرح لكم ازاي تعمليها في البيت. بعد كده يا جماعه صدروا البخار على الاماكن دي. تعمل عمليه ايه؟ تدليك للبثور السوداء دي. تحاول ان انت تقرب عليها البخار على قد ما تقدر عشان تعمل عملية تسييح للدهون. بعد كده هتفصل البخار او هتشيل وشك عن البخار. بعد كده هتشيل البخار عن وشك. بصوا يا جماعة الابرة دي بتتعامل ازاي. بصوا يا جماعة، طبعا بتبقى صعبة شوية، بس احنا طول ما انت بتشتغل عليها باستمرارية وتنظفها بتطلع. طبعا انت ما عندكش الابرة دي في البيت، هتعمل ايه؟ بنفس الطريقة دي كده مرة
بصوا دوس جامد كده تبدا تطلع معايا. بص طالعه ازاي. اهي اهي. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بصوا يا جماعه شايفين عامله ازاي. بصوا يا جماعه الحبوب عامله ازاي، او مش حبوب، انا نقول مش عليها حبوب. بصوا يا جماعه ديك. بص اهي الكلام ده يا جماعه، لو انت ما نضفتوش باستمراريه يعني كل مثلا اسبوع تعمل جلسه عند الحلاق 15 يوم، صدقني هتتراكم وهتبقى صعبه جدا، بتبقى صعبه ان انت تطلع معاك، وبالتالي بتعمل حبايه اكبر و تبقى العمليه بتتدهور يعني. فانت باستمراريه حاول اللي انت باستمرار اللي انت تنظفها، حتى لو في البيت هتجيب مناديل وتقعد تدوق تعصر. اوريكم برده اهو. بص بصوا يا جماعه، بصوا ركزوا، بصوا شايفين ال شايفين. بص اهو ركزوا اللي انت تطلعوا، طول ما انت بتنظف طول ما هي تمام معاك. بصوا ما تخافش مناخيرك مش هتتكسر يعني، اهم حاجه النظافه. بصوا شايفين اهو اهو حاجات. بصوا اهو برضو بالايد. بصوا اهو زي دي كده تدوسوا عليها. بصوا اهو دي مش دهون يا جدعان، دي مش حب، مش قصدي مش مش حب الشباب يا جدعان، دي دهون لازم تتنضف، لازم تتشال. اهو في المناخير مثلا عشان الابره بتبقى صعبه اهو. في حاجه بتبقى مستعصيه زي دي كده، فبالتالي انت بتتدخل معاها بالايه؟ بالابره. بصوا إيه. لا لا بتضايقنيش، انا معاك. بس انت عرفت عليك، عرفت عليك. زي ما قلت يا جماعه الكلام ده هيتعمل مره كل اسبوع كل 15 يوم، والمهم اللي انت هتشتغل عليها ما تسيبهاش تعمل معاك تراكم، علشان انت اللي هتتاذى بعد كده، وهتلاقي الحبوب والحتت السمراء دي كبرت كبرت جدا في مناخيرك او في وشك، فهتلاقي المنظر مش عاطفي. وبكده يبقى احنا وصلنا النهارده لاخر الفيديو. يا ريت ما تنسوش تعملوا اللايك وتعملوا الاشتراك، ومتشرف بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.